التصحيح ديال التمرين الخامس هو تصحيح كيتم بالتتبع الزمني عن طريق قياس المواصلة، يعني المواصلة كيفاش تعامل معها. دونك هنا قالك تحقق من أن كمية مادة المركب RPR البدئية هي 0.35 ملم. دونك هنا عطوني، حنا كما كنعرفو أن كمية المادة هي الكتلة على الكتلة المولية، وكنعرفو بلي إذا كانت عندي كتلة حجمية هي غوف في، لأن هذا عبارة عن سائل. كيفاش كيكون عندي السوائل؟ إما كنخدم بغوف في، إما كنخدم بالديفو ديال الماء فو في، حيت لأن الكثافة هي غو على غو ديال الماء، ومن ثم كنجبد أن الغو هي ديفو فو في. غتخرج تقريبا هي 6.35، مغنحول مغندير حتى حاجة ملي مول. دونك احسب تقدم أقصى عمل المركب هو المتفاعل المحيط كما قلنا من خلال جدول الوصف، هذا هو المتفاعل المحيط لأن الماء وفير. إذا N0 RPR ناقص X max تساوي 0، إذا X max هي N0 6.35 ملي مول، و G max مبيانية هي 640 ملي سيمنس. أوجد تعبير المواصلة عند اللحظة بدلالة، كما كنعرفو أن جي كتساوي ثابتة الخلية في الموصلية. دونك كما كنعرفو أن الموصلية هي مجموع الموصليات الأيونيات المولية في التراكيز الفعلية. هنا كناخدو غير اللي عندهم حملات الشحن. من خلال المعادلة عندي بي آر موا و أشطر و أو بليس هما اللي عندهم حملات الشحن. كندير لامدا ديال بي آر موا في التركيز ديال بي آر موا زائد لامدا ديال أشطر و أو بليس شركة ديال أسترا و أوبليس. عندنا من خلال جدول الوصف أن هاد التراكيز ديال كتساوي إكس على في توتال. إذا نعوضو نعملو بأسترا و أوبليس تولي إكس على في توتال، لامدا بي آر موا زائد لامدا أسترا و أوبليس في ثابتة الخلية. إذا هادي جي ديال التفاعل، غناخدو ديال هاد المقدار. دونك بما ان بانت لي النسبة غادي نحسب جي ماكس هي ك فوا اكس ماكس على في توتال لامدا بي ار موا زائد لامدا اشطر و او بليس. اذا غنشد هاد المقدار نقسمو على هاد المقدار، غتختصر ليا ك مع ك و في توتال مع في توتال و لامدا مع لامدا، تتبقى عندي اكس على اكس ماكس. منو غادي نجبد منها غادي نجبد هاد العلاقة اكس كتساوي اكس ماكس جي فوا على جي ماكس. باستعمال تعريف السرعة الحجمية بين أن كما كنعرفو أن السرعة هي واحد على في إس في دي إكس على دي تي، خصني نلقى العلاقة ما بين التقدم والمتغير. عندي أن العلاقة أن جي على جي إم كتساوي إكس على إكس ماكس، إذا إكس كتساوي جي، كنعرفو إكس كتساوي جي على جي ماكس فوا إكس ماكس. هاد المقدار إكس ماكس على جي ماكس هو ثابت، غادي يخرج تقريبا، والمتغير عندي هو جي تولي جي على دي تي. 9.9 × 10^2 دي جي على دي تي، واضح؟ دائما كتلقى العلاقة ما بين إكس والمتغير عندك، لأن هنا في المنحنى عندي المتغير هو جي على دي تي. أنا خرجت إكس ماكس على إكس جي ماكس لأنهم توابت، بقات عندي دي جي على دي تي. دابا نحسب السرعة في اللحظة البدئية، غناخد أبعد نقطة باش تعطي لي داكشي مضبوط. أبعد نقطة هي 640 مع 20 وهي 3.16 × 10^2. فهم؟ إلا خديت في اللحظة 30 غناخد هاد النقطة اللي هي 300 مع 0 و 640 تقريبا مع 50، واضح؟ 640 مع 50 و 300 مع 0 تخرج لي 6.72 × 10^4، يعني السرعة كتنقص. حدد الزمن قيمة دي أندن، يعني أنا أوريكم كيفاش تعملوا بحال هاد الحالة اللي عطيكم نبين أن إكس كتساوي كدا على كدا في إكس ماكس. دونك هنا كتحتاجو غير جوج سطور تقريبا الى ابعد تقدير. دونك اكس اندوم هي اكس ماكس على جوج، انا نشد هاد اكس اندوم نعوضها باكس ماكس على جوج. عندي هنا اكس ماكس في العلاقة غتختزل هادي، نلقاو بلي جي اندوم هي جي ماكس على جوج هي 320، بالاسقاط نلقاو تقريبا هي 17 مينيت. ندوزو للتصحيح رقم 8 رقم 6.